دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. هذا السؤال حقيقة وجيه جدا. يقول إذا أتى الإنسان أهله وهي حامل هل يقول هذا الذكر أو لا يقول لأنه قد نشأ الولد؟ نعم، نقول الأفضل أن يقول، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال إن الجماع يزيد في الحمل في سمعه وبصره وقوته، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. وهذا الحديث يشير إلى أنه أي الجنين ينتفع بالجماع، وعلى هذا فيقول نعم.